فاتنا في البداية أن ننعي رحيل اثنين من القمم الكروية الكبيرة. رحل عن دنيانا الفانية هذا الأسبوع ونعاهما النادي الأهلي من مجلس إدارته والمدير التنفيذي الكابتن فؤاد أبو غيدة، نجم النادي الأهلي الفلسطيني اللي أمتع النادي الأهلي وشارك في بطولات النادي الأهلي في الستينات، والدكتور طه الطوخي شيخ المدربين المصريين وواحد من علامات الكرة المصرية الكبار. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أسرتيهما الصبر والسلوان. اثنين من طيب الذكر. يعني مش من طيبة القلب ولكن طيب الذكر. ما تيجي سيرتهم النقاء وواحد نقي جدا، و الله يرحمه بقى طه الطوخي الكابتن طه الطوخي، وطيبة القلب وراجل شفاف جدا قوي الله يرحمه. والتاني دغري قوي 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 ما يعرفش اللوع، كابتن فؤاد ابو غيدة. وكان كابتن فؤاد ابو غيدة يعني كان الكابتن صالح وكابتن طارق يحبوه جدا. ولسماته لصفاته الجدعانه، ولا وطبعا جمهور النادي الاهلي ما بينساش الحاجات اللي بتعلم. يعني احنا واحنا في الستينات كانت مشكله النادي الاهلي ان كان محتكر البطوله الدوري العام، فلما يعني نزعته بعض الانديه قال لك انهيار الاهلي، ما كانش منهار، خد بطولتين، خد خمس بطولات في السبع سنين بتوع الستينات، ولكن تم لما جه الفريق مرتجي واصلاح المسار كما يعني حدث. فاينل الكاس كان الاهلي والاولمبي، والاولمبي كان فرقه مرعبه واخده الدوري وقبليها بسنه وحاجه مرعبه، وكان في اسكندريه، واذا بالكابتن فؤاد ابو غيده يقفز فوق العارضه قفزه لم يرها احد قبلا، كانت اعلى جامب، والناس بدأت تنتبه مين الراجل اللي يقدر من الثبات ينط، وجاب جول وكسبنا 1-0. والمدرج اللي كان قطنه بيضه بيشجع الاولمبي فجأه تحول الى اهلي اهلي اهلي. كابتن فؤاد ابو غيده عليه رحمه الله وفاته المنيه وهو في لندن، وعايش في لندن واخد الجنسيه البريطانيه مع زوجته وهو مقيم في لندن. دخل المستشفى ما كانش كورونا، لكن بعد ما دخل المستشفى بايام أصيب بكورونا وتوفاه الله ودفن اليوم في العاصمة البريطانية. تغمد الله الكابتن فؤاد أبو غيدة بواسع رحمته، بس اللي ما يعرفش من جيل جديد برضه وكل أصدقائه وأهله في فلسطين الحبيبة، الدعاء بالصبر والسلوان. في ناس من الجيل الجديد تعرفش مين الكابتن فؤاد أبو غيدة. طب نشوف في التقرير الصوتي نقول لهم مين. طب خلاص نشوف في هذا التقرير الصوتي جانبا من حياة الكابتن فؤاد أبو غيدة رحمة الله عليه. فؤاد أبو غيدة الصخرة، ترحاله الدائم في حياته كان مجبرا عليه، لكن رحيله هذه المرة سيطول. ودعت الكرة الفلسطينية والنادي الأهلي لاعبا فذا وأحد نجوم الجيل الذهبي للمارد الأحمر، إنه اللاعب الفلسطيني فؤاد أبو غيدة الذي وافته المنية مؤخرا في لندن إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. الطفل فؤاد أبو غيدة الذي خرج من بيته مع أمه بمدينة حيفا وعمره 9 سنوات بعد أن أخذت كل ما تملك وأقنعت أبنائها بأنهم ذاهبون في رحلة سياحية للشام ولفترة لن تطول، عرفه العالم العربي بأسره من تألقه مع معشوقته الساحرة المستديرة. لما لا وهو أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي في الستينيات الذي ضم العمالقة الكبار. ساهم المدافع الصلد أبو غيدة صاحب الروح القتالية العالية في فوز الأهلي بالعديد من البطولات، وكان أحد العناصر الرئيسية لتتويج المارد الأحمر بجميع البطولات التي شارك فيها الفريق موسم 60-61، ومنها الدوري الممتاز وكأس مصر وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا. لعب فؤاد أبو غيدة في أكثر من مركز داخل الملعب، منها ظهير أيسر وأيمن، وإن كان قد تألق في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر،
وكان يتميز بالوثب العالي جدا وإحراز الأهداف برأسه من الضربات الركنية. وفي إحدى مباريات القمة أمام الزمالك أشركه عبد صالح الوحش المدير الفني للأهلي حينها في خط الهجوم في مفاجأة للمنافس للاستفادة من تسديداته وروحه الهجومية. أبو غيدة العاشق للنادي الأهلي ذكر في أحد الحوارات الصحفية أنه كان يحتفظ بحذاء اللعب والتدريب في بيته أينما رحل، لأن الحذاء ما زالت به آثار وبقايا طمي أرضية الملعب، ومن حين لآخر يقوم باستنشاق هذا الطمي الذي يعتبره أحلى وأجمل من أي عطر. وتسببت حرب يونيو من عام 1967 في إيقاف نشاط كرة القدم بمصر ليعلن معها أبو غيدة اعتزاله الملاعب، هو وباقي النجوم الأفذاذ في النادي الأهلي، والعودة للدفاع عن قضية وطنه فلسطين لتنتهي أسطورة كروية رائدة ومميزة في الملاعب المصرية. ومثل أبو غيدة منتخب فلسطين طوال مسيرته الرياضية، وعمل مستشارا للمنتخب ومديرا في منظمة التحرير. رحل فؤاد أبو غيدة بجسده، ولكن ذكراه وسيرته العطرة باقية لن تمحى من قلوب عشاق الساحرة المستديرة في مصر وفلسطين. بالتالي جت صورة للقفزة اللي بحكي لك عليها المرعبة. اللي بيقولوا رونالدو ممكن تبقى أعلى قفزة في تاريخ الكورة. اللي بيقولوا رونالدو في حد ينط كده ركبه فوق دماغ أي حد. يعني أهي أهي ها إيه ده الله يرحمه، ده ركبته في مستوى راس المنافس، ده الأهلي والأولمبي. دي القفزة، لا ده مش ماتش الأولمبي لأن البرج وراك أهو. لكن هو دي قفزاته، دي واحدة من قفزاته، ده مستواه في القفز يعني. ده لا قفزه الجون بتاع الاولمبي يمكن كانت اعلى من كده تمام، لانها حطها طلع فوق العرض حطها كده. طيب يمكن لاحظنا ان صور التقرير كلها يا جماعه او البوم صور الراحل الكبير كابتن فؤاد ابو غيده، الكابتن مروان كنفاني ربنا يديله الصحه وطولة العمر، قاسم مشترك في معظمهم، وده صديق التوأم. انا عرفت كمان ان دول بيلعبوا مع بعض كوره في شوارع فلسطين من وهم 11 سنه، وراحوا سوريا اصدقاء طفوله، وراحوا سوريا وجم مصر وراحوا لندن، ده مع محمود درويش الشاعر بينهم الكبير. بقى يجمعهم الشاعر العربي الفلسطيني الكبير وضمير هذا الوطن الراحل محمود درويش العظيم. فبصوا لقطة فلسطينية تنبض فعلا بالصمود والحياة وحب الوطن. محمود درويش يتوسط نجمي الأهلي للي مكان فؤاد أبو غيدة ومروان كنفاني، للي برضو ما يعرفش الأستاذ مروان كنفاني شقيق المناضل الفلسطيني الكبير غسان كنفاني، وكان مستشارا لابو عمار، مستشار سياسي لابو عمار، لابو عمار لفتره طويله. يعني احنا بنكلمكم على ناس تقيله يعني يعني هو ده حب فلسطين للاهلي حتى يعني لما انت أيوة طبعا تتواصل طبعاً مع علاء خالد واسامه وضياء وكل جماهير الاهلي المحبه وروابط الاهلي المختلفه في فلسطين، شايفين النبت جاي منين، شايفين العلاقه. حتى اللي رمزي صالح لما جه حارس مرمى للاهلي قال لك انا اتمنى ان انا اكون امتداد. كان عندنا في الناشئين فيصل بيبي، فيصل بيبي ده كان باك رايت هايل، وبعدين هاجر راح امريكا ما كملش لما الدوري وقف عندنا. لا مجموعه لعيبه فلسطينيين كانوا كتير، ومنهم عماد ايوب وسماره اللي بقرار من اتحاد الكوره غيروا عشان عدد لمده اسبوع مشوهم الاهلي مشاهم ورجع في كلامه اعتبروه مصري، كانوا بس راحوا نادي تاني، كانوا صحيح في الناشئين، وكانوا اتنين لعيبه هايلين جدا. صحيح عماد ايوب ده كان هداف من الهدافين الكبار، صحيح، وسماره ده بلاي ميكر ايه، صحيح، ربنا يديله الصحه. انا يعني بيتواصل كان لحد وقت قريب معايا لعيبه من اغرب القرارات، قال لك اللعيبه الفلسطينيين اللي بام مصريه يعتبروا اجانب، خلاص طلعوا من الليسته بعديها باسبوع 10 ايام لا يعتبروا مصريين، اللي بام مصريه يعتبروا مصريين. طب عايزين لعيبتنا؟ لا دول مضوا في انديه ثانيه.